درتشتنا لنسى الكل، درتشتنا على نجاحك، كفاحك، طموحك، درتشتنا على أحلامك، قوتك، سحرك وجمالك، درتشتنا على صحتك، دارك وعائلتك. نمان آمان 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 آمان. قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن؟ قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن؟ كيف التسلي، كيف التسلي وبالأحشاء نيران؟ أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي؟ أيا داعيا لذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم. كيما هكا درجتنا تبدا معكم ديما بالموزيكا مع حمزه بشير، سينو مختلف لي روبريك اللي تستنى فيكم ليميسيون، تتواصل معكم حتى المساعتين في الدرتشه نتاعنا. مرحبا بيا بجميع الحاضرين معايا، وكنبدا على يميني علي. مرحبا علي. مرحبا ماريا، باهي الدخله تسلطينا حمزه، تسلطينا بنينه هكا وكسلطناهم مع الطقس هذايا. احنا ذي باش لازم نعرف الطقس هذايا ننسهم بالموزيكا مع شويه لي روبريك الخفيف، سينو زيد باش نبع علي موجوده تقوى. مرحبا تقوى. عسلامه. بون ابخي ميدي، ان شاء الله الحصه اليوم تكون خفيفه، وان شاء الله الغوسيت نتاع اليوم يعجبك. حاضره باللي غوسيت ناتشوريل سي بون، باش نعطيوها محنا ما لفيت عطيناهم دي زاستوس وقلنا علاش ما ينجحوش الوصفات الطبيعيه. اليوم ان شاء الله باش نكملوا في نفس الموضوع. حمزه بالشيخ مرحبا بك. عسلامه مريم، عسلامه ولود، عسلامه للناس الكل اللي قاعده تستنى فينا واللي قاعدين معدلين موجتهم. حصيلوا اليوم كما عودناكم عملنا دخله لايتك شويه سبيسيال شويه هكا، حابين نعطيو افونغو هكا لليميسيون. راه فما برشا جو برشا حاجات مزيانه، كيفكم انتوما؟ استناونا في فقراتنا المزيانه حاجات خفيفه كيطلع لهم في الانرجي قاعد سي بون. نعرف احنا نبداو الناس الكل يكويزي في الطاقيت هذايا مع السخانه اللي موجوده البر، الناس الكل يكويزي. اما استوديو على فكره تقول في فريجيدير هذيك عايش اللحظه ذكرى مزيده تلتحق بنا بعد مدام نجيبه جليدي. اليوم في حكايه ورويه موضوعها باش يكون اسئله على صاحبك استغنيش، اما الطبيعه هي عندكم ما تحكي تصور في الموضوع. بعد سينو انت حمزه خواطر على شنو باش تحكي لنا اليوم؟ الخواطر اليوم نتاع انا يلزمني نعيش توا ونخمم توا، نعيش اللحظه اي ونخمم في مستقبلي توا، خاطر ماناش ضامنين غدوه. اكيد نعيش نحكيو على توا، خاطر غدوه معروف عند مسير الاقدار والاكوان، معناها يلزمنا نخمو في توا، نعيشوا مستقبلنا توا ونبنيو توا الغدوه. اكيد وما ننسوش نرحبوا بنوفل الشرطاني واحمد المخروفي في الاخراج التقني الحصه، سينو سيف بولعريس اللي مامن لكم الديجيتال. احنا كيف العاده مواصلين معكم ديما المساعتين، نحاولوا نمنسوكم كيكو سوا بالموزيكا الحيه من عند حمزه بالشيخ، والا الموزيكا اللي محضر لكم حمزه بالشيخ في البلاي ليست اللي عندنا. كيف كيف تقوى بعد شويه تجيكم مختلف لي زاستوس ناتشورال اللي بتكون انطلاقه معاها. سينو علي كيف كيف فما تظاهرات، قلنا احنا في القروين فماش برشا
بالضبط. اما عندنا ما نحكيو كمان فما معناها بعض التظاهرات ومدام نجيبه تلتحق بينا في حكايه ورويه اسئل على صاحبك استغنيش اما طبيعه هي نذكركم المشوار مازال متواصل معكم حتى المساعتين كيف العاده مختلف الفقرات اللي تهم صحتكم تهم جمالكم تهم حياتكم اليوميه اذا ثمنوا مجهوداتكم انتما كان سي تسمع فينا والا كان مختلف الفئات اللي تسمع فينا كيف العاده في التوقيت هذايا نورمالمون سي بون تقوى تعودوا على الغوغيك نتاعك ناتشوريل بور فو نجيهم بالحاجات الناتشوريل المره اللي فاتت تحكينا لهم على علاش ما ياثرش كونك تعمل ترانزيسيون من الشيميك للناتشوريل وحكينا وعطيناهم لي كومبوزون زاد اليوم باش نعاودوا نعطيهم احنا نورمالمون لي كومبوزون باش هكاك يركزوا اكزاكتومون حتى علي وحمزه تفاعلوا في الليتر هذايا علي قال كنا تو سي بون معناها هاكا نحفظ ماني ندور بالليسته قدامك كما الادابتاسيون بعد الشامبوان سي بون حكينا على الشعر اليوم باش نحكيوا على الشعر زاد كيف نكملوا كيفاش المرحله التحضيريه للشعر المره فاتت تحكينا على الشامبوان لازمنا ناخذوا الشامبوان ولا بري شامبوان يكونوا سون سيليكون سون لي برودوي موجودين ان شاء الله توا قاعدين نشوفوا فيهم باهي انتروتون تو سايف يحط لنا لي كومبوزونت هذوك سايف اللي لازم هذوك ما تلقاهمش في الشامبوان باش تحكي على الشامبوان باش تحكي على الشامبوان بيو هنا وي احنا بريود لانيه اول حاجه باش نستعملوها باش نحضروا في الادابتاسيون فاز الادابتاسيون مرحله التحضير هي 5 شامبوان خمسة غسلات للشعر بعد خمسة غسلات للشعر باش نبداو التحضير معناها خمسة مرات باش نغسلوه باش يوصل للادابتاسيون للفاز الادابتاسيون بعد تعداو مرحلة القماش الفاز باللول كان شامبوان وابخي شامبوان لا سيروم لا باندويل ما نتلاهوش بيه معناها شعر طبعا خاطر هو ديجا قاعد نحيولو في السيليكون وكل شيء باش يتعب ما يستحملش انك انت باش تعملوا ماسكويت مازال ما حضرش مازال ما حضرش فايفيتي كل شيء مرحلة ترانزيتوار كان شامبوان وبري شامبوان لي 5 شامبوان الاولانيين خمس غسلات تاع شعر الاولانيين استعملوا كان شامبوان ولا بري شامبوان اللي هما ناتشورال اللي باش نتاكدوا منهم ما فيهمش حتى حاجه من الكومبوزون اللي قماج هذاك كيما تقشير الوجه باش تهيئ مش قماج بعد تعدي هي فاز ترانزيتوار هذه باش نعمل ليليمناسيون تاع السيليكون ونتاع لي ريزيدو الحاجات المتبقيه اللي مغفتنا شعر المترس على الشعر شامبوان ناتشورال باش ينحيها باهي كيفاش بعد ما نحيوها باش نعاونوها باش تتنحى اكثر باش نعملوا القماش والماسك الماسك هذوما الاغلبيه باش يكونوا ما يكونوش دي ماسك حاضرين بيان سور اللي باش نحضرهم حاضرهم احنا في الدار وي لي قماش نعملوهم دو فوا باغ موا في الشهر مرتين في الشهر واللي بان اللي باش نحكي لك عليهم انا يتعملوا كات فوا باغ موا كيفاش نبدا نحب نفسر لهم مثلا اليوم اربعه انا غسلت شعري لازم ماكسيموم دو فوا بار سيمين تواصيف دو ماكسيموم انا غسلت شعري نهار الاربعه ماسك شامبوان وماسك هكا هو نهار الاحد كيف شامبوان وماسك هكا هو 5 فوا لا 5 اللي بعدها باش يجي شامبوان اللي باش يجي بعدها نعمل قماش القماش باش نعطيكم 3 ريسيت بين حانات يوم من هما القماش تخو اكتب عليه سي بون طيب دو قيد انا قاعد بول دورانج اللي هو القشره نتاع البرغدين شاي البرغدين شاي نحيوها معها شويه زيت زيتونه كان توفرت لالوفيرا ماذا بينا ما توفرتش زيت زيتونه ونعمل قماش للشعر للراسي نبدا نفرك في شعري نبدا نفرك في شعري بالفروة نتاع الشعر ونهبطوا للي غاسين بيان سور اي بينا ما هي لا باش تنشط الفروه نتاع الشعر بي او بيان كافي وياغورت الكافي السوليبل هذيك والا القهوه العربي نتاعنا القهوه العربي نتاعنا البن نتاعنا العربي البن نتاعنا العربي خمسه مغارف وعليهم ياغورت ناتشورال انت وشعرك انت والطول نتاع الشعر تولي كلبات اللي مش تنجم انت تقادي بها شعرك الكل كيف كيف على الراسين نعملوا مساج باش نحرك هذا القماش هو الثاني نجمو نعملو سكر لابيض والوفيرا والسكر ماذا بينا انت وشعرتك مع انت وراسين تاعك كلمه راسين تاعك تعرفها غيتي ولا سنسيبل ايفيتي تقول استعمل البن في عوضها
بي معناها البن ولا لوفيرا معناها دونك تولي انت عم شرطي وما حنعطيناهم تروى معناها غوماج هذوما وانت تمشي سولون حسب النوعيه نتاع الشعر نتاعك حسب نوعيه الشعر نتاع الفروه نتاع الراس نتاعك خلينا نقولوا باش هكاك تكون لادابتاسيون اديكوات للكاليتي والا للفروه نتاع الراس نتاعك. لي غوماج اذا كان انت شعرك سنسيبل مره في الشهر مرتين في الشهر، احنا قلنا هو المعمول به مرتين في الشهر، اما اذا كان سنسيبل تولي مرة في الشهر. واذا كان شعر مزيت تنجم تعمل مرة في الجمعة. شعر مزيت ماهوش سنسيبل للراسي، تعمل اون فوا باسمين، واذا كان مزيت كسبات. الهيبوغرام معناها. واذا كان اذا كان شعرك مزيت كسبات ولازم تستنى ثلاثة جمعات. خاطر القهوة تزيد في الكو معناها الشعر كي يبدا بغيو ما يقلقش خاطر القهوة تزيد تغمقو بارابور كي الكولور باش يكون افتح تنجم تفسر الكولور خاطر مش تغمق الكولور. واذا كان انت شعرك مثلا ماشي فاتح والا حاجه ماذا بيك جوست حدا حدا راسين ما تهبطش اللوطه خاطر انت مش سوليبل راهي البن البن ما باش يصبغ لازمو برشا انت جوست باش تعمل مساج دوب ما تكمل المساج كي تبدا خايف على كولور شعرك تنحى بار كونتر هو ديجا كي تمشي تعمل لون راه الكولور تاع شعرك باش يتنحى خاطر احنا باش نحيو باش نحيو كل شيء معناها تبدا محضر روحك راه الكولور تاع شعرك باش يتبدل ديجا قلنا احنا الكاليتي باش تتبدل والكولور باش يتبدل معناها راه ما تضمنش انت باش يقعد لك الكولور هذيك اذا كان الكولور فرنسي يقعد جوست اذا كان الكولور فاتح هذه مرحله القماش هذه مرحله القماش بعد كنا عملنا مثلا الجمعة الأولى قماج اللي مش الجمعة الخاصة سادسة قماج وبعد تغسل بالشامبو ناتوريل والماسك ناتوريل أكاو لابخي شامبو مش ماسك لابخي شامبو ناتوريل ما نعملو حتى شيء مازلنا ما نبداوش ندخلو في الليبان والماسك مازلنا مانيش نبداو في التخيطمون احنا تو بعد شهر ونص خاتكم هكاك خاتكم حسب حسب هوا يفوتي محاسن نعاودولهم القماش كان معيش قشرة البرقدين المحشية مع زيت زيتونة ولا إلا ألوفيرا قهوة معها ياغورت طبيعي ناتورال والسكر معها ألوفيرا وإلا زيت زيتونة كيف كيف كما قلنا للشعر اللي ماهوش سنسيبل من بعد عندنا الحليب زوز الهند اذا ممكن مش متوفر حليب زوز الهند ناخذ زوز الهند هذاك البودر ونحطو له الحليب نحطو في الميكسر باش يعطينا نطلعوا منه الحليب ذاك معناها نقعدوا نعصروا لين يسيح ناتوريل اللي نشريوها ناتوريل اللي نقاو احنا معناها شيح تعمل بيه جاتو تعمل بيه الحلو احنا خاطر احنا مش متوفر برشا حليب النوات كوكو والا حتى ميم النوات كوكو بيدها مش متوفر عندنا وغالية كوم اما كي تبدا البودر تحط عليها شوية ماء دافي وترحلها في الميكسر وتعمل بها ماسك شعرك الكل خاطر الليد نواد كوكو احسن حاجه تنحي ديما كيما زيت نواد كوكو الاصلي بالطبيعه معناها حاجه خارقه للعاده بالنسبه للشعر الحليب هو اللي ينحي اكثر السيبون الزيت اقوى يغذي اما ما ينحيش لي سيبون الموجودين في الشعر وخلي التفاح خلي التفاح ما لقيناش حليب ما لقيناش خلي التفاح اكسيسيبل اكسيسيبل للناس الكل ناخذ نحطو فيه الناس اللي ما نعرفش تبدا عندها الرجي من الخل ولا حاجه ديجا قلنا ديما نجرب حاجه قبل ما تستعملها تجرب انا اصلا الريحه نتاعو تقلقني معناتها التفاح فيه جو معناتها فكره ريحه الخل التفاح ماهوش كيما الخل ديما ريحه الخل تقلق نجم دونك هو يولي عليه في الحاله يمشي للحليب نوات كوكو تمشي للحليب نوات كوكو والا تحط في دبوزه فارغه تشفيش كيما تاع الطريقه وتعمل جوست حد شعرك هكا ما تحطش في الراسي باش هيك ما تقلقلكش الفروه تاع الراسي هو احنا قاعدين نعطيو فيهم ديجا تقوى قاعدين ننوعوا لهم في كل واحد باش كل واحد كيما علي باغ اكزومبل قال قلق وخلى التفاح حتى ميم الريحه نتاعو ينجم يمشي للحليب نواد كوكو اللي يعاونوا دونك هكا هنا قاعدين نعطيو فيهم في المقترحات مريم برك سامحني تقول بالنسبه للالوفيرا خاطر الانسان الناس اللي ما يعرفوش كيفاش منين ينجم يجيبوا الالوفيرا خاطر الالوفيرا بالحق من عندها في ماجيك باش سيرتو في الشعر اما فما ناس تعرفش حتى من نجيب الالوفيرا
منين تجيبه هو منين نجمو ناكلو فما شكون يزرعوها الحقيقه فما شكون يزرعوها في الدار فما ما نعرفش انا برشا الوليد تو كل دارنا نسمع بهم عندهم كعبه الوفيرا يستعملوا فيها لرواحهم اقل حاجه محبس فتقا اي فوالا جوستومون هما وليد نجمو يزرعوا محبس هو انا ان شاء الله تو مش تعطي يا اما مع حسين مع حسين ان شاء الله حسين مش تعطي لي زاستوس كيفاش معناها زراعه ونعرف شكون نعرف شكون يبيع بالميزان على فكره فما في القروان شكون يبيع معناها يقص ويوزن هي كيما جولي بعد كي مش تحلها تشقيها تشقها الجيل هذاك تنحي في مجيك للوجه للشعر لكل شيء او كان سنوها مع حسين مش تعطي ماني حاضر انت المحبس نتاعك كيفاش تزرع عادي من غير ما تقعد تتعب بالحق خاطر شفت مثل خاطر في ساعه اللي فيه نتاعو ماني في 10 ايام بالحق ترى الفارق بين الوفيرا اي هي عندها دي زيفي ماجيك تو تعطينا ان شاء الله نهاية تعطينا كيف الزيفي نتاعها ان شاء الله بي قال لك ما بعد قال لك باش احمد شاطنا معناها بالحق في ماجيك بتلمع عندنا لي ماسك الاخرين تاع لادابتاسيون لارجيل بلانش للشعر اللي يبدا سيك شايح نستعملوا له وسنسيبل نستعملوا لارجيل بلانش لارجيل جون نستعملوه للشعر اللي ما فيهوش فوليو نرد فيه فوليو معناها تتكثف للكثافه يعني شعر في حالتي شي شكون خفيف شعره يبدا ما فيش فوليو يخلط تعمل تنجم تعمل البلون مره ما انت باش تعمل مره دونك تولي تبدل منه مره بلون مره جو والفير هو الشعر المزيت اللي كيفي انا نجم نستعملوا الطفل طفل نتاعنا الاحمر ولا الاخضر الاخضر سيرتو كي تبدا شعره مزيت خاطر الطفل الاخضر يشيح الشعر الشعر المزيت نستعمل الطفل الطفل كيف كيف تخلطوا كيما كيما انت وشنو تحب تحط معاه 5 مغارف خل مثلا 200 غرام تحط عليه 5 مغارف خل ما تحبش الخل ما تحطش خل تحط ليت كوكو 5 مغارف ما تحطش ليت كوكو تنجم تحط ادرولا اللي هو الماء المقطر الماء المقطر اللي نستعملوهم للشعر نتاع الكليل نتاع الفلايو ولا الحريق هذا كليل فلايو الحريق هذوما معناها المسكوت ان شاء الله المره الجايه نقول لكم كل كيفاش ولا كل بلونت اللي انا سي بيان برشا حلول معناها كيف نقاشي هذه تشوف هيك في الناتوريل كل شيء اكسيسيبل معناها حتى كي ما عطيتش تنجم تبدل من هذه الفالون فيها نفس الكومبوزون كيف كيف تنجم في عض الارجيل نعملوا البودغ الماسك نتعمل بالبودغ نتاع الادابتاسيون عندنا الحاره الجرجير اللي هو احنا في تونس الحاره اسمها هي كلها راهي نعرفها مع حسين قلت تاكل وكيفاش تعمل لك كل خبيز الحق والله اي هي بالخبز هكا بنينه على الاخر كيف الحريقه طياره للشعر وبنينه على الاخر وباهي معناها البلانت ميراكل تتسمى لا بلانت ميراكل هي الحريقه كيف كيف مش حريقه البحر الحريقه هيك النبته اللي كي تمسها هي تحرق هذيك تحرق ذلك هي الحريقه عندنا الحاره والحريقه والسدر اللي هو نتاع البق نتاع البق هذاك كنا حكينا عليه الدجاج المره اللي فاتت حكينا عليها قلنا الورقه نتاع البق الورقه نتاع البق لا الورقه نتاع البق تلقاها شايح يبيعوا فيها شايحه سينو شوف تلقاها عند زريرعيه معناها تلقاها عند زريرعيه الحريقه والحاره والسدر تلقاها عند اي زريرعي سينو تشوف شكون عندنا احنا عندنا الفلاحه برشا احنا مش نحيروا لا الحق نعرف وين لا هذوما تستعملهم شايحين تشيحها واحنا تو طقسه وكسخون تشيحهم في الظل مش في الشمس باش يخليو باش يخليو ليزيفي نتاعهم اي برانسيب اكتيف ما حتى كي تمشي للزراعيه تلقاهم شايحين اللي يبيعوا كل يبيعوهم شايحين جوست بودر كيف العاده نفس الريسيت 200 غرام سولون انت وشعرك قداش يهز انت تحط 200 غرام وتشوفي الزازيك يكمل لك شعرك الكل والا لا معناها انت والفوليوم تاع شعرك وغزرو باش تزيد كهو عندنا هذيك هي البودر نتاع الحاره ولا الصدر ولا الحريقه هذيك مش نعملها كيف كيف 5 مغارف خل لدونوات كوكو والا لدرولا وتخلط وتعمل بها مساج للراسين وتدهن بها شعرك الكل دو لونغور بوانت الكل للاخر بوان في الارجيل ما لازمكش تفوت 5 دقائق بالضبط هذا باش نسالك عليه 5 دقائق ما لازموش يبس في شعرك خاطر يولي نجم يكسر معناها المده اللي باش تخليها دونك باش تخسر باش يكسرك شعرك مش كسرك حتى كان انت مثلا بديت تابليكي ما كملت الاخر اللي لقيت الاولى مثلا شاحت ضب معناها بلها بالماء بلها في ساعه بالماء ما تخليهاش تشيح وفي ساعه تخسر
5 مينوت ماكسيموم ما لازموش يشح على شعرك الارجيل كيك سوا البلون ولا الجون سولون انت باش تعمل المهم الارجيل ما تخليش يشح على شعر المراه كيف الفرجين مش يلقى لقط في لازم هيك اللي نحكي عليه دونك المراه في بارتي تغسل سي بون كل خاطر تاخذ لك 5 مينوت سورتو تبدا ديبيتون اول مره والكل ومن بعد تخدم بارتي الاخرى والا بجنبها فشفيشه تخليش تشيح والا بجنبها فشفيشه ولا طريف ماء انت نعمل هكا هي ما تاخذش برشا وقت على خاطر ماهيش بالبانسو ماهيش صبغه انت هكا وتك مش تفرق بها مش تفرق بها الراسين وتهبط للي بوان وتقطم لك عباره باش تغلفها فيت في باش تغلفها اساسا وهكا تجوز تمسيها شويه بشويه اذا كان شاحت طريف ماء وتبلها تفابوريها بطريف ماء تفش تشعل عليها طريف ماء وبعد تغسلها بالماء دافي وكا كيف شنو اخر عندنا الماسكويت هذوما اللي نحكي عليهم بودر اكسترا 4 سوايع يقعدوا باهي لو خلينا معنا بخلف الارجيل اللي هو ما يفوتش 5 دقائق سامحني كلهم غلط ايه؟ ليت كوكو والخل 4 سوايع اما الماسكويت الاخرين ساعتين اللي فيهم البودر والكل هذوكم ساعتين الطفل 5 مينوت هذا من الوقت معناها اذا كنت مزروب وعندك الطفل تعمل الطفل فيت في تكمل الماسك نتاعك سي بون وتغسل سينو اذا كنت في الدار ومرتاح على روحك التسويع نتاع من زمان سينو الاخرين 4 سوايع ما يقلقش وما لازمنيش نفوتو بيان سور 4 سوايع هو دو بريفيرونس تقوى هكا ولا اي ليت كوكو الوحيد يقعد 4 سوايع خاطر ما يقلقش على قد اللي فيه شي اولونج اللي فيه نتاعو افيكاس ولونت ليت كوكو هذاك علاش نخليه 4 سوايع داكور علاش تحط تعمل بوني نتاع صغار هو تقضي شهور على روحك هذا هو معناه حتى ريحته كموش خاي معناه ريحته بنينة بوغ ليت كوكو بزن عانا ما نحكيه تقوى ماسك معناه مش نقوله لا سيبان يوم هذوما نورمال يوم مرحلة القماش قديش من غسلة قلنا خمسة غسلات بعد الخمسة غسلات نبدأ قماش ماسك قماش نسميوه ماسك هيك الارجيل وإلا البودر دي سيدر وماذا بينا ننوعه مثلا مره هكا مره هكا مره هكا للي تحس الكاليتي بتاع شعرك سي بون هو نورمالمون ابري قلت لكم مره فاتت سولون 3 سمان ل 2 موا داكور الكور كامله تحضر بعد ما تحضر شعرك سي هذه الفاز دابتاسيون صار تهيئنا الشعر نتاعنا وقتها مش نوليو ندخلوا في ندخلوا في الروتين نتاع الشعر نتاعنا سولون لو بروبليم مره جايه نولي نعطيكم كل مشكله تاع شعر شنو اللي بان دويل نتاعها شنو اللي ماسك تحضرهم في الدار وقتها اذا كان كملنا هذا تبدا شعرك حاضر للي ماسك ناتشورال للي ماسك ناتشورال مش نعطيوها المره الجايه وقتها تقول سي بون وقتها تقول هاو اثر معنا وقتها تشوف الافيكاسيتي نتاعها الافيكاسيتي نتاعهم انتيريسون على الاخر فيهم هكا ما نحكيو نجموا يرجعوا اي فوالا هكا فيها هما دونك اذا كان حتى اللي ما خلطش على روسيت معينا نجم يرجع للباج اوفيسيال فيسبوك الحياه فيهم ويلقى شنو عطاتكم تقوى اكزاكتومون في خصوص لي زاستوس هذوما اللي انتيريسون باش تحضر روحك كيكا للناتشورال وبعد ما تبداش تتشكى وتقول له ما ماخذيتش معنا ليزيفي نتاع ناتشورال حكينا لكم احنا المره اللي فاتت على الشامبوان اللي لازمكم تاخذوه ديجا لي زانغريديون اللي فيه حتى اليوم تنجموا تلقاو لي زانغريديون اللي تنجموا تثبتوا فيهم سينو الفاز دادابتاسيون باش هكاك تبداو الشعر نتاعكم على قاعده صحيحه وقتها تقول سي بون تاثيرات نتاع لي برودوي تكون افيكاس افيكاس على الاخر على الشعر نتاعنا ميرسي بوكو تقوى معاد نزيد نتشدد مع تقوى كيف العاده في ناتشورال بور فو كيف العاده كل نهار سبت في دردشه سينو احنا مازلنا مواصلين معاكم في دردشه نا عندك مدندن حمزه مدندن مدندن مسج خلينا نسوم احنا في القيلوله هذه خلينا نقولوا على الاقل حويجه تونسي حويجه تونسي كما عودناكم هكا نعملوا خطفه شرقي وحاجه كتونسي راحلت عليا وغابت خشت في جوج الخلية رحلت عليا وغابت غابت غابت خشت في جوج الخلية ليام ليام طالت عليا تتفكرينيش ثابت في غيبتك يا البيا ختم حبيبتي ضاع غدالي ختم حبيبتي ضاع غدالي ختم حبيبتي ضاع غدالي وش نقول لها زهوت بالي
ختم حبيبتي ضاع عليا وش نقول لها والفي البيا مديت منيدا هاليديا ختم ذهب يا مقصاني. منسيكم حتى لمساتي مختلف الموسيقى الحالي أمن لكم حمزة بالشخصي مختلف الفقرات بعد شوية نعمل موطل تحق بنا هي مدام نجيبة الجريدي في أحكية وروية أسئل على صاحبك استغنيش أما الطبيعة هي هي 25 دقيقة بعد ماضي ساعة مازلنا منسيكم بالموسيقى ومواصلين معكم درجتنا حتى المساتين كالعادة التحقت بنا مدام نجيبة الجريدي. مرحبا بك مدام نجيبة. مريم مرحبا بكامل الطاقم بالشباب بروح الشباب وان شاء الله ديما متالقين منورينا بوجودك هكا ديما على الطاير ناخذوك من الخدمه ديريكتومون تجي تحب تامن لكم توت في حكايه وروايه. حكايه وروايه في حكايتنا وروايتنا ديما كيف العاده مدام نجيبه ديما نمشيو للامثال الشعبيه. اليوم نحكيو على اسال على صاحبك استغنيش اما الطبيعه هي هي. يا سيدة يا مادة ادلني ويدلكم للخير والشادة. المثل الذي عنده قيمة كبيرة عند اللي يفهموه ويعرفوا المعنى متاعه. أسأل على صاحبك استغناش أما الطبيعة هي هي. مش ندخل لكم طول في الموضوع. في ركن من الأرض فما في قارة آسيا بعض البلدان اللي تعبد الحيوانات من بينهم الثعبان. اي نعم هو حيوان مقدس في بعض البلدان الآسيوية وبالتحديد الهند. بما أنه حيوان مقدس إذن هو عندهم هو عنده روح ويفهم وزاده ينجم يتكلم بالحكمة ويعطي الحكم. هو فما سيدة هندية تؤمن بها النظرية هذية تلقى في الثانية متاحة نقول نحن في الضيعة تلقى ثعبان مازال كيف قسم العظمة خذيته استباختت به بالفرين وربيته معاها في الدار. بدا يكبر الحيوان وهي توكل فيه الحم حشرات اللي تعرفوا ياكل وهي فرحانة بيه ومستبختة بيه وحسبته اللي هو يقي فيها من بارشة مصائب ونوائب. بدا يكبر الثعبان وما يرقد إلا بجنبها. اي نعم ما يرقد إلا بجنبها يتوسد يدها ويرقد. وتعدت السنين على هكا الحالة ذاك كبر سي ثعبان طويل لين نهار ولا ما يرقد الا ما يعنقها يتلهوث عليها على صدرها. راتها هي حاجه جميله معناها توطد العلاقه ما بيناتهم وولات كانه ابن يحتضن في امه فرحانه. زدت تعديت اشهر واعوام لين وصل نهار ما عادش ياكل ويشرب لكن يتبع فيها من بقعه لبقعه وانت مشي يتبح بعينيه وباقي يحتضن بها ويلهوث في الذيل متاعه على حزامها وما حدش ياكل. جملة قعد قرابة شهر أكل الثعبان لا ياكل لا يشرب. خفت عليه هي مسكينة مشات للطبيب بتاع الحيوانات قالت له راهو الثعبان متاعي مربيته لكن عنده قرابة شهر لا ياكل ولا يشرب زعما مريض زعما كلاش حاجة قلقته. ضحك أكل البيطري ضحكة عندها ألف معنى ومعنى وقال لها قداش لي الثعبان عندك ملا قتلي قلت له ربيتهم اللي هو فقس من العظمة. قال لها كبر توا ولا قولوا نحن طوله متر ونص قلت له صحيح وزادت متنت علاقته ولا ما يرقد كان محتضني. قال لها كيفاش قلت له يتلكفت عليا كل ما يجي يرقد في الليل بحذايا. قالها نعلمك يا سيدة اللي الثعبان قاعد يحضر باش ياكلك. عجب كيفاش انا مربيته قداش ليني من عام ونربي فيه وهو مش ياكلني. قالها اي نعم هو قاعد يجوع في روحه وقاعد يكيل في الحزام متاعك باش كي يبتلعك معناها يظل مقدر لسمك والحجم متاعك انت. يا جماعة الحكاية دي هي صحيحة على حيوان لكن يلزم نعتبره بها. أو الإنسان اللي عنده طبيعة
مستحيل باش انت تقول في نهار مش تتبدل. الشرير شرير والطيب طيب والخبيث خبيث وصافي النية صافي النية. يتفقد يتغني هذيك امور قريناها في الطبيعة والثقافة في الفلسفة، هذيك امور ثقافية، اما الطبيعة تبقى هي هي. واللي عنده حاجة في قلبه باهية يقعد طول عمره عايش بها، لكن اللي عنده نية ولا أخلاق سيئة مستحيل مهما عملت معاه مزايا مستحيل باش يرالك بيه ولا يبدل نظرته ليك على خاطر طبيعته. وكما قال المثل، اسأل على صاحبك استغناش، أما الطبيعة هي هي. هذه هي، اسأل على صاحبك استغناش أما الطبيعة هي هي. من المثل الذي نجم نكتشف برشا حكم، رغم اللي عطاته من وقتها من جهدها ربيته من اللي هو صغير، أما هذيك هو الأصل متاعه الكاركتر متاعه. حكاية العقرب والضفدع بالضبط. العقرب والضفدع تفهموا أنه العقرب ما تنجمش تعدي الوقت، وتفهمت مع الضفدع قالت له تزني في ظهرك وتوصل. قال له باهي نعطيك لا مال لما ما تلسعنيش. يا اخي في وسط الواد غلبوا طبعه العقرب ولا صعوبات الزوز. قلت ما تعطيش، خسروا الزوز خاطر كي مشي خسروا الزوز. قالت له انا صحيح باش نقعد معاك لكن ما بالطبعي لا يتغير. اسمع انا من قبيله نغزل حمزه يخمتب. يخمتب نستنى فيه فيش يخمتب منسجم مع الحكايه. بالنسبه للديانه الافعال مين وسيل، افعل مين وسيل، افعل ايه؟ فوالا قلنا نرجع عليها صحيح، هذيك اللي نرجع عليها يعطيك الصحه. فوالا دونك هنايا الطبيعه مادام نجيب احنا ديما نحكيو على الطبيعه تختلف من شخص الى شخص، ديما تغيرات رغم اللي تعمل، اما ديما معناها اسال على صاحبك استغنيش اما الطبيعه هي هي. ديما نقولوا معناها احنا الطبع يغلب التطبع ولا التطبع يغلب الطبع، شنو شابة علي الطبيعه معناها هذيك حاجه موجوده في تكوين الانسان ويمكن حتى بالوراثه راه فما طبيعه تتورث من الوالدين. أنا فما حاجة تكتسب من المجتمع. هو بس في العربية ما أعرف مدام نجيب خير تصلحنا، هو الطبع مش الطبيعة. لا الطبع يغلب التطبع. أي الطبع ولا. تمثل معناه. نحكي الطبع. باللي تحاول. مش طبيعة. نحن باللغة العامية نقول الطبيعة. أما في العربية الطبع ما بالطبعي لا يتغير. واضح. اي فوالا دونك هذه هو احنا معناها قلنا هي علاش تتبع تتبع تحاول انت تحسن من روحك تصلح غزمه ما تنجمش حاجه ارتيفيسيال حاجه تحب تعملها كونتر ناتور الطبع هو الناتور والتطبع هو المكتسبات اللي اكتسبها من المجتمع نتاعو بالموده وبالاحسان تتبدل شويه شويه ما تعطيش برشا امل معناها اللي كان عبد غلط مره واثنين وثلاثه فما عبيد من طبعها انها تعطي الامل تقعد تعطي الامل خاطر هو طبع مسامحه هذيك باسيف يسمى معناها شخصيه باسيف عليها معطاء. اما عندنا زاد مدام نجيبه نقولوا بالدوام يتقبر خا معناها تنزل انسان معناها في الخدمه بالبيه في الخدمه مثلا تدربت تدربت وليت نجار ماهر في المهارات في المهارات في المهارات اما الطبع اللي اكتسب اما في الطبع الخايب خايب والبيه حتى لو كان كثرة الإحسان تنجم تخليه يحشم على روحه. إيه. أما يقعد طبعه ومتيش عليه وقتش يرجع. وفما لي شكون تلقاها تعرض للمسيوق في حياته وكل يحاول يغير مطبيعته باش يكون سيء تجاه العبيد ذوك ما يلقى روحه فينا ما ينجمش يواجههم بنفس المعاملات اللي هما عملوا بي حتى طبعه طيب. فلا جسو ما هذوما معناها اللي قلنا معناها حمزة والله يا شكلك المثل مش بدني برشا نعطي فيه كيما نصيحة قلو كيما قلت اسأل على صاحبك استغناش أما طبيعة هي هي وينطبق عليه المثل الذي المثل الآخر اللي يقول لك اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى مثلنا التونسي وتغناو به برشا فنانين وكل شيء أما في شكل نصيحة باش نقول نوصيك لا تتبع ترابك ولا تتهاون على كتابك وكيما تحترم والديك احترم منسابك احترم بيبان الناس يحترموا بابك نوصيك ما تعديش احبابك واحكم على قدرك وما تسمعش كلمة اجابك وما تناقش الجاهل اعطي قيمة لنفسك اللي يجي ايهابك ما تفكرش في اللي فات راك تزيد في عذابك ونوصيك احكم فمك هكاك الناس ما يجبدوا غير الخير في غيابك
فوالا هكا خواطر سابقة الخواطر الأصلية هذه. قصدك من اللي يشوف بدون قبيلة قاعد يخنتم يسمع في المثل ويسمع في الأحكام ما وين قاعد أي معناها عنده حضور بديهة راهو بالحق اللي يعجبني في حمزة اللي عنده حضور البديهة الغفليكس موجود برك الله عليك الغفليكس موجود في الموضوع هذا هكا واسأل على المثل وانسجم في ساعة برك الله عليك سي بون احنا ديما نتمنوا الناس الكل تكون في الطبعة الباهية الحقيقة ونحاولوا الماكسيموم خاصة احنا ديما نقولوا نحاولوا نزرعوا في صغيراتنا ونسال الشيء يكون احنا فات فينا الفوت وما صغيرات نتاعنا نحاولوا نخرجوهم جيل صالح سورتو نخلقوا فيهم الحاجات الباهيه كما قال حمزه معناها هونيه معناها من العيله حتى كان انت معناها كيما تكون باهي مع عائلتك تكون باهي مع نسيبك وتكون باهي مع العباد الاخرين ما تحاولش تكون جوست محصور في كوان بركه ولكن معاملتك مع الناس الاخرين بيان سور في اطار زاده ما نكونوش معناها بين ظفرين في الماسك في التمثيل نكونوا على طبيعتنا وامم طبعا معناها في الحاجات البيه. اما لكن في الاخر اللي فيه طبع مرهن بالحق والله بالحق اللي فيه تربية معناها اللي تربى حاجة تربى عليها وتزرعت فيه ثقافة راي مريم هي حبينا ولا كرهنا راهي ثقافة هي كلها مواضيع تجيب زعما شنو خرجت من الساس الاولاني شنو البازه اللي بنيتها شنو كل شيء عملته من الاول راهو ماشي يبان هذاك هو اللي باش التربيه الاولى معناها النشأة نتاع الصغير الاولى هذاك علاش ديما ناكدوا احنا على نشأة الصغير كيفاش كانت في العائله نتاعو ديما معناها ديما تكون النشأة حتى لو كان هو عمل الخايب حتى كانوا يقولوا في وقتنا طوالي وما يلزمش لازم تكون فايق ولا تمشونسيتي انك تكون فايق الخيوبية ولا انك تفايق وتفهم له وتنجم تصرف على هذا خايب توا نجم يكون قوي ويحافظ على مبادئه ويكون هو باهي وما يقبلش الخايب فما عبد بك قلت لك نجم يتبدلش طبيعته ويكون خايب نخلي مساحه الامان نخلي بيني وبيني مساحه الامان مش لازم نعامله معنى المعامله بالمثل المثل نجبد روحي نريتيلي روحي من العباد اللي عندهم ابسط اضعف الايمان الخيوبيه هذيك نجبد روحي منهم نعلم صغيري كيفاش هذاك انسان يقول كلام خايب ولا يوجع ولا يتنمر على صحابه ما نصاحبوش ما نقربلوش ومن طوم نوليش كيفه ما نعملوش بالمثل هذا هو اللي لازم هو راهي ممكن مادام نجيب انت معناها مربيه اجيال بطبيعه حتى في الروض احنا نلاحظوا مثلا يجيك صغير يقول لك راهو فلان صغير لفلان يضربني فما معاملات هنا تختلف حتى في الاولياء فما يقول لك اي انت اضربه كما هو ضربك فما اللي يقول له معناها انت علاش هو ضربك دونك هو يكون ردت فعل يقول لك انا ضربته دونك يقول تقول له سي بون انتما في نفس العمر ما لازمش انت تضربه تو هو ما تكونش ردت فعل حتى هنا ممكن زيد نخلق احنا في صغيراتنا حتى في الروضه دونك معاملات نتاع الاولياء هي تبدا ديجا معني احنا نقولوا معناها من نشأة الاولانيه نتاع صغير من معاملته ديجا اللي تبدا من روضه مع الصغيرات رده الفعل نتاعو هنا يا اما مش تخلق من صغيرك صغير اغريسيف صغير معناها يكون اكل معناها يحب الغوفونش عنده روح الانتقام دونك هنا كيفاش يكون التعامل من انا ما نحبذهاش اعملك الحاجه وما تعملش لك الحاجه خاطر الصغير بطبيعته ويعرفوها اللي يعرفوها طب النفس كي تقول له هاك الحاجه هذيك يولي هذيك بارتيك باغ كونتر نعمل الحاجه قدامه دونك هو مش يقلدني مثلا ضربك صغير ورا قال لك هذايا مثلا يا ماما هذا يضربني انا نجي لك الوليد هذاك عليه بخوك وانتم تقراوا مع بعضكم ومحلاك ومعناها نعاملوا حاول تاثروا هو مش يتبنى كل السلوك هذاك ولدك انت مش يتبنى السلوك هذاك لا ما يلزمنيش الرد الفعل يلزمني نكون حكيمه صحيح دونك سلوكك هو اللي مش يتبناه اما الامر والنهي ما هو يشوف خاصه اذا كان وعي ما يستوعبش النهي صحيح لا وعي ديريكت كابتن قاعد يكابتن 70 مليون من شخصيته كما قلنا مره فاتت انت اللاوعي نتاعو النهي اي حاجه تقول عليها لا الممنوع الممنوع مرغوب بلغتنا احنا ما في العلم النفس اللاوعي هو يفوكسي على الحاجه هذيك تقول عليها النيجاسيون لا راهو باش يركز عليها وهذا اللي لاحظتوا الصغيرات اذا كان قلت له لا ما تعملش راهو اوتوماتيك مش نعقب على كلام مدام نجيبه الصغير مثلا كما قلت لي ضربه تجي تقول له لا ما تضربش اما اومين طول لازم نعلمو ما يلزمش كيكه نخلقو منه ضعف شخصيه راه احنا نغلطوا في اغلاط قبل مثلا تربيت لا ما تقولش ما تجاوبش لاكبر منك خذي ماما فك لي ساكي ميسيرش عادي كي خوك يستنس صغير انه حاجته تتفك ويسكت يستنس انه عبد يتعدى عليه
مادام ضربني تعدى على جسده معناه يولي عادي انه عبد اخر يضربه خاطر هو قاعد شخصيته تتكون. اذا كان فما برشا توا اجيال توا شخصيه مهتوه. هي قالت العكس وقت اللي قتلك معناه تاخذ الصغير لاخر تتريتيه هو وقت باش تكون ردت الفعل. انا قلت باش نعقب على كلامه مش رافضته نعقب عليه باش نزيد عليه معناها كي تجي انت باش تعمل الرياكسيون تاعك قدام صغيرك باش هو ياخو منك حاول زاده تفيقه انه لازم ياخو حقه اما مش بالعنف ياخو حقه نتجنبك الصغير هذاك نتجنب الصغير هذاك نمشي نديكلاري نمشي لانيساتي نمشي لامي نتعلم صغيري انه يحكي لي كل شيء يجي يقول لي هكا تالي 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 خاطر كان هو هكا ثاني جا قال لي ضربني وانت ضربته ونخوفه الحاج يقول لي خاف ما عادش يجي يحكي لك ولا ما يفهمش هكا لازم تتعلم تاخذ له حقه لازم تاخذ له حقه معناها تقوى هو لازمنا نفرقوا معناها الصغير في خاصه في الفتره هذيك كيما قلت لك تقوى هو معناها الوعي نتاعو يتشكل حد عمره 6 سنين معناها بالحق من اهم الفاز في التربيه نتاع الصغير فك الفتره هذيك ما لازمش تغرس فيه انه الضعف انه تربيه انه لو يكون متربي ولانه يعرف كيف يتعامل حاجه وضعف حاجه معناها انه حتى كي يحب يعدي عادي هو قوي تغرس له انه هو راكي مش يسامح يسامح هو قوي مش سماح هو الضعف خاطر احنا كما تحكي تقوى قبل لا نحب الناس تكون حتى في التربيه نتاعي انا معناها تاع ليه ما تعملش ليه هكا ليه هكا منطق انه ليه معناها تلقى روحك انك انت كي قاعد تسامح في الناس مش على خاطر انت قادر لك تعمل رياك صحيح خاطر هما غرسوا فيك انه ليه الضعف هذيك هو راهو ليه تربيه ليه ما عندوش حتى علاقه الضعف لا بالاخلاق لا بالتربيه لا بالسماح نجم تسامح وانت قوي وهذيك انك انت سامحت بالحق حاجه هذوما لازم الصغير ما مهما تكون معنى الطريقه البيداغوجيه اللي تزرعوا فيها خاطر الفاسون اللي قالتها مدام نجيبه بالحق مزيانه على الاخر اما المهم تفرقهم للصغير باش يبدا فاهم معناها مفرق بين المفاهيم هذوك ثم سلوك اخر عايش ولدي نعقب على كلامك اللي ما حليه السكوت معناها وقت ال وقت الغضب اي وقت اللي هو نقولوا نحن زوز اصحاب صارتنا بيناتهم مناوشه بدا هو يثور وديجا فما دي كاريكاتور في الدومين هذايا واحد تبدا تقاف امه محلولي هو خرج في العيب برشا والاخر قاعد هكا الكتف في يديه ويغزر بكل هدوء لكن بعد سي نقولوا احنا باب وتسكر مخيبها الاحساس رهيب انك كونك بين ظفرين تحقق انسان هذيك تربية من عرش أكثر من اللي تسب تحسوا بليو انفيزيبل مش موجود هذي هي هذي برودة الأعصاب أقوى حاجة من أقوى حاجة صغار هذيك لازم تتعلم خاطر هذيك مش يقعد حياته كاملة كيفاش يجيري ستريس متاعه من الوقت هذاك إنه قال لك الكلمة هذيك ولا وجعك ولا حاجة تعرف كيفاش أنت تتحكم في الغش متاعك ولازم ديما تعلم نفهم شكون باش ينصرك فما شكون باش ينصرك معناها ما تاخذش حقك بيدك لا فما شكون باش ينصرك تاخذ حقك اما بطريقه تكون حكيمه معناها تكون انت راك انت الرابح معناها راك انت خذيت حقك بفاصون اخرى وكنت انت الرابح مش انت مهزوم معناها انه هو تعدى عليك اما بعد ما اش معناها مثلا ضرب ولدي يمشي تتعدى للمعلمه ولا المدير ويقف الزوز وباش يتعاقب والصغير هذاك اصلا باش لازم يتربى باش يعرف ان هذيك حاجه غلط يحس بك الخوف هذاك ومن بعد تجي ولدي وقتها نجم نجي نقول له انت ما تحبش تسامح ونقطة نعلم التسامح وانك تسامح خير وكذا وقت هو وقت اللي هو اون بوزيسيون دو فورس وهو اللي قوي ونقول له توا تنجم تسامح وقت اللي سامح وقتها وقتها تعلمها مزوز ياخذ حقه ويتسامح راك مؤيد يتعلمها من القيام صح احمد مؤيد بالحجه نتفرج في مناورات ما بين كل النصرانيين وبرشا الايامات هذه وما بين المسلمين تلقاه واحد منهم متشنش وكل يدافع على مثلا جينو والاخر في هدوء وراحه ويجيب لك بالحجه والبرهان يسقط لك الانسان دونك الحجه نعلموه من الصغرى وهذا انا باذن الله باش نخدم عليه اللي نعلم الصغير كيفاش يحاجج لو سيستيم ارغيومون تاكتيف بيه مدام نجيبة هذه حكايتنا وروايتنا اليوم مسألة على صاحبك استغنيشة مطبيعة هي شوش خرجنا منهم زي ما احنا نقولوا معناها برشا عبر نخرجوهم هم انت عندك هكا اهداء اليوم اخر نهار في القراية ومازالوا توا باش يعديو دفرات صغيرات ايوا اليوم اهداء تحب توجهوا عايشك يا مريومة وشكرا على المساحة هذه نشكر جزيل الشكر الاولياء اللي كانوا قدوة كما في نفس المضمار اللي نحكيوا فيه وقدام صغارهم وجعتني هي قدام المدرسة ماهوش في الحرم المدرسي الأولياء وجابوا راديو كاسيت وها
الهدايا، لكن اهم من الهدايا ومن هذاك الكل مشكورين، اهم من الهدايا اكل لمه وقدام صغارهم ويبوسوا فيا ويحملوا، ومعني احساس جميل قدام الصغار هذاك اللي هم المحبه ما تتبع ما نتبعش ما تتشريش اكيد كونسونس دونك يحبوا من غير معني ما يعترف بالجميل. وشكر جزيل للاولياء تلاميذي ثالثه جيم ودل مشكورين وربي يفضلكم بمدرسه طيب لمهير نوجهك لازمنا معناها نوصلوا المساج تلكي لي والتحيه توصل كيما هي تحيه لكافه الاولياء اللي الحقيقه معناها تعبين على صغارهم وكيف كيف المربين اللي للتوقيت هذايا مازالوا لحد الان مواصلين مع الصغيرات واحنا هاو خاطر حتى معناها في السخانه هذه وقاعدين نشوفوا معناها احنا في الظروف. تحيه شكر وتقدير لكافه الاولياء وكافه المربين اللي سهرين على صغيراتنا وراو اللي عندهم الوقت التلميذ مع المربي اكثر من اللي عنديه مع الولي نتاعو خاصة مع توا الأولياء ولاو يخدموا براتيكمون تلقى الصغير اللي عادي فيه مع المربي أكثر. فتحية لكيفة المربي. نحنا مازلنا مواصلين المشوار حمزة شوية خلينا نرجع معكم في خواطر سينو كيف العادة نختم الميسيون نتاعنا مع علي الدين العمالي بمختلف المهرجانات وشنو فما نعملوا بهم دورة في القرون في بالي فماش برشا حاجات ولا فماش هكا أبين حكينا عليها من قبل فوالا أبين سينو مكملين ميسيون احنا نعملوا دورة على تونس كاملة. خليكم برونشي درجتنا مازالت متواصلة معكم حتى المساعتين في درجتنا حتى المساعتين في توقيت هذا نحاولوا هكا في الختام تاع الميسيون مازلت هي فيها ماكسيموم 11 مينوت اما كيف العاده حمزه بشيخ في خواطر عسلامه الناس الكل اليوم نهار جديد من كل حياه واحد فينا عسلامه الناس الكل بدايه اليوم نهار جديد من كل حياه واحد فينا حبيت نقولكم بدايه موافقه للجميع خاطر منا نعرفوا اليوم اللي انت عايش فيه هو كل حاجة تملكها وعندك فيها أمل لا تنجم ترجع للماضي ولا تنجم ترجع للي فات وما عندك حتى قوة تخليك تحكم في غدوة كل اللي عنا هو توا كل اللي نملكوه هو اللي عايشينه والباقي كل أحلام الآن اللي عايشه هو الضمان ما لا فيش تستنى باش تحليه وتزهيه قدر الإمكان وش كان عليك؟ كنت تنسى البارح وغدوة وتوقف عقارب منقالتك على الآن خاطر بالعقل والفهم يقول القايل اليوم موجودين لكن غدوة مناش ضامنين خاطر كل شيء في يد مسير الأكوان ما لا حط في بالك اللي كل حاجة تعيشها اليوم ما تتعوضش أما ترسم لك مستقبلك وتكتب لك حياتك احلم توا تعلم توا أقرأ توا عيش حياتك توا عيشها بحقيقة قول نحبك توا وفي جيشك ما تخليهاش قول محلاك واضحك وابكي ومتمنيش روحك بكلمة يا من عاش خذ وقتك قبل ما تاخذك الدنيا باش تنجح الإيجابي اللي فيك يعني بكل وضوح تمتع توا بالشي الموجود قبل ما يولي غدوة ما ثماش ومفقود ما لا فيش تستنى من توا ابدا فكر في توا وفي وقتك اللي تعيشه توا تمتع بيه باش غدوه ما تقولش تعدى وفات زعما جافي افون نقول الموسيقى اللي بعد نختموا بها ما يسالش دونك هذه هي خلي عندك امل حمزه ولازمك تعيش اللحظه الشخصيه لازمك تعيش اللحظه بالحق خاطر نحن كيما والله انا حضرت برازار معناها الموضوع لكن مادام نجيب حكيت بريسك معناها كل في النصائح هكا كيما هكا معناها في نفس في التيم هذايا في التيم هذا هو ماني قلت لك باش تبني روحك فما كل ثم ما راهو ما يحضروش معناها باش يبداو الناس الكل في بالهم اللي كل واحد بالموضوع نتاعو اما معناها ما شاء الله معناها الامور ماشيه بطبيعتها بالحق الانسان بطبيعته يلزم كل ما يقوم الصباح ويتوكل على ربي يلزم يحط روحه في نفس الوقت اللي قام فيه وبدا بشي يخدم في حياته بدا بشي ينتج يتوى معناه قام توى يلزم يقول توى نبدا نخدم هك الحاجة نصنع روحي توى ما نمنيش روحي الغدوة كما قلت لكم راهو خاطر مانيش ضامنين غدوة شنو كل سوا باش نعيشوا ولا شنو هي السيتوياسيون اللي نبداو فيها فهمتني لازمك تعيش التوى وربطها في برشا حاجات تعيش توى تحب توى
حتى كي حاجه تبين كل اعمالهم توا واللي جاي ان شاء الله خير. واللي جاي ان شاء الله خير ديما نقولوا تفائلوا خيرا تجي. اما اللي تعدى وفات راهو ما يرجعش. فوالا اعمل اخرتك كانك باش تموت غدا واعمل دنيتك كانك باش تعيش ابدا الدهر. معناها ما نعرفش نسيت معناها عيش كيما لازم تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا. فوالا احنا معناها باش قريب نكملوا ليميسيون تاعنا ما نجوش نكملوا ساعه من غير علي خلاص يوم علي هكا دورا نعملوا بهم شويه اكتواليتي وبعد حمزه حضرنا نروح للموسيقى اللي تعدى وفيت. مش هاك مش سي بون بوغ اللي تعدى وفيت نورمال ما نسيتش قلنا لي تختار حاجه اخرى تحب تخرج بها. يلا نشوف حاجه نحبوا نتعدى وفيت خاطرنا هكا ويعطينا علي الاكتواليتي. فما لي تورني اللي قلنا عليهم ديجا المره اللي فاتت في القروين. فما يوما لو 10 جوان ال 11 جوان في منزل بورقيبه يوما. فما جانجون لو 12 جوان في القروين اي. وفما جولترا لو 13 لو 11 جوان في مستير. هذه ابروبو لي تورني. فما زيد نوبة إيل فما شكون مازال يحتفلوا باليوم العالمي الأمهات والكل. فما نوبة إيل في صفاقس الحقيقة عرض مزيان فيه أكثر من 100 مرأة تونسية يغنيو كلوب دو شون ياسر مزيان بقيت الفنانة رحمة بن عفانة حاجة ياسر مزيانة اليوم وغدوة. فما سول لاينز نتاع دالي الطريقي زيد حاجة مزيانة في تونس. فما زيد سبيكتاكل في نفس الكونسيبت قلنا نتاع الاحتفال بعيد الأمهات ست الحبايب في الحمامات. وفما مسرحية الهربة 2.0 بتاع عزيز جبالي الليلة في سوسة. فما كلوب دو شان هذايا ربع وقت بتاع سيرين قانون انتاج ماري مسرح الحمراء. الحقيقة الكاست مرعب حاجة ياسر مزيانة في شكر الرماح ريم الحامروني سهير بن عمارة وميم المحرزي وبسمة البعزيوي. الميزانسين والإخراج دراماتولوجي كل بتاع سيرين قانون حاجة بالحق ياسر مزيانة. ومازال كيبداو في التورني بتاعهم حاجة ان شاء الله تكون في البروين ومارجين صيفي جاي ان شاء الله بالحق معناها يقراوا ما يشوفوا سبيكتاكل ياسر مزيان ان شاء الله. احنا مع علي كونوا كمان مع علي تغني وشنو فما من تظاهرات. نعمل ميرسيمون لليكيب ونفنشوا بالموزيكا مع حمزه بشيخ. ميرسي بوكو ليكم الكل. مدام نجيب جديدي في حكايه ورويه لازم الموعد يتجدد مع سينو علي الدين العميري حمزه بشيخ وتقوى المليح. موعدنا زاد كيف كيف يتجدد معهم السبت الجاي من غير ما ننسى احمد المخلوفي ونوفل الشرطاني اللي كانوا في الاخراج التقني الحصة محمد سيف بولعريس اللي امن لهم الديجيتال ماري منصوري كوتي ميكرو. نخليهم مع حمزه في التيم اللي هو فيها اللي تعدى وفات زعما يرجع. 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 ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بعلتي نتوجع. ميرسي بوكو للناس اللي كانت برانشي على 93 في اقل من 3 دقائق. تجيكم شكون احمد في حسين الربحي احلام العامري وبعدها يجيكم حسام الربحي في اخبار الرياضيه. خليكم برانشي على 93 وبون ويكاند للناس الكل. درتشتنا للناس الكل. درتشتنا على نجاحك كفاحك طموحك. درتشتنا على احلامك قوتك سحرك وجمالك. درتشتنا على صحتك دارك وعائلتك.